لعلكم استمعتم إلى مناشدة الناشط الذي صور المقطع السابق ووجهه إلى المسؤولين، ومن بينهم المسؤول الذي يشرف على ملف الرعاية الاجتماعية. هذه المؤسسة التي تذل المستفيدين الذين يأتون لاستلام المعونات التي توزعها كما يقول ناشطون. مقطع مصور جديد انتشر لحال المستفيدين من معونات الرعاية الاجتماعية في البصرة أيضا، وكيف ينتصرون أو كيف ينتظرون، وهم منتصرون حتما، منتصرون على هذا القمع، على هذا التعب، على هذا أو هذه المعاملة اللا إنسانية في ظل درجات حرارة مرتفعة جدا. بالقرب من المراوح الخارجية تجدهم يقفون قرب المراوح الخارجية لأجهزة التكييف التي تطلق الهواء الحار أصلا، ولكم أن تتخيلوا أحوالهم في ظل هذه الظروف ومكوثهم ساعات طويلة وهم ينتظرون استلام مخصصاتهم التي لا تسد رمق جوعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 25/7 يوم محمد إدارة الرعاية الاجتماعية بالبصرة. العالم قاعد يشوفه حدر هذا التشينكو، والفانات تشتغل مال السباليت، ودرجة الحرارة 50 بالبصرة.